الوطن هو رائحة الأمهات، أمهاتنا الحبيبات. الوطن هو صوت وبحة صوت داخل حسن. الوطن هو العتابة بصوت العتابة والسويحلي بصوت ملظيف الجبوري. الوطن هو الخوريات بصوت قارئ المقام عبد الواحد كوزتشي. الوطن هو رائحة التنور هسيسة. الوطن هو القصائد، هو صهيل الخيول بلوحات فائق حسن. الوطن هو ذاكرة جمعية للجمال، للدروب البعيدة، للطفولة. هو القصائد، قصائد بدر شاكر السيار، المتنبي، أبو العلاء المعري. الوطن هو دروس أساتذتنا بالمسرح، الرائد الراحل إبراهيم جلال والرائد الراحل الفاضل خليل وخليل شوقي ويوسف العاني والدبخانة والمسرحيات وفرمان الوالي ومسرح الفن الحديث ومنتدى المسرح. الوطن هو دجلة والفرات. الوطن هو شاهدة قبر الشهداء اللي رحلوا. الوطن هو شهقة الأبناء هم بغربتهم. الوطن يعني الكثير بدلالات معرفية وإنسانية عالية. أنا الحقيقة هاي مفردة الوطن اللي قضينا كل أعمارنا إحنا وبالعراق وإحنا وخارج العراق متجذرين بوجع بآلامة بانتصار لبقاء، لأنه المخطط الآن أن لا يبقى هذا الوطن، ولكن هو العراق، العراق الذي هو الأول والمنتهى، العراق الذي هو الأول والمنتهى. العراق هو 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 قلب الأمة العربية، هو القلب النابض بالمعرفة. لذلك أنا أعتقد بالنسبة لي كفنان سينمائي ومسرحي وككاتب، دالة الوجع ظلت ترافقني في كل أعمالي تجاه العراق، يعني في المسرح والسينما. لذلك وأنا مؤمن أنه الألم العظيم يخلق الفنان العظيم. بدون أن يكون عندك وجع حقيقي وانتماء حقيقي ما ممكن أن تبدع. حقيقة أنا من مدينة أرابخة، المدينة التاريخية، مدينة كركوك. ولدي في منطقة العرصة، بيوتها طينية، وكان بيتنا في زقاق جدا ضيق، يعني من تمطر الدنيا تتحول للسواقي تنسد. فنبدي كأطفال يعني نمر من الزقاق عن طريق أقدامنا على الحيطان. منطقة العرصة طبعا منطقة أعشقها جدا، الآن ما نمجدت يعني لغت من الخارطة، ولكن أنا كل سفراتي أمر بيها وأتذكر أصدقائي ومدرستي، مدرسة تطبيقات دار المعلمين. أصدقاء الطفولة يعني دائما ما أتذكرهم، معلمية بالمدرسة يعني معلم الفنية أستاذ متي اللي كان يجلب معاه الكمان ويسمعنا أصوات الحيوانات عن طريق عزفة على آلة الكمان. صديقي الراحل الأمير داغر، كثير. منطقة العرصة منطقة خرجت الكثير من المبدعين والصعاليك والسياسيين والمفكرين والتربويين، وقدمت الكثير من الشهداء. يعني أيضا أحن دائما ما أحن إلى ما إلى 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 كركوك، وأنا كركوك بالنسبة لي عشقي الأول، يعني إضافة إلى القرية اللي بها أحبابي ومعارفي وأقربائي، قرية الملحة اللي تقع على نهر الزاب شمال غرب كركوك. الملح
أفتحها بها ذكرياتي وطفولتي، نهر الزاب وأصدقائي والعتابة والسواحلي والربابة وهم يعرفوني ويمكن يعني يسمعوني الآن ويشاهدوني. يعني أنا في كل سفراتي لازم أبقى بالقرية بحدود أسبوع، أطر روحي من وجع الغربة اللي يمتد أكثر من 22 سنة، يعني عقدين وشوية. دائما ما يعني الإنسان بلا ذاكرة هو شيء هامشي وعائم. يعني أنا الحقيقة دائما ما يعني أشتاق لأصدقائي، لأنه الآن خاصة بعد الاحتلال 2003 حتى ذاكرتنا الجمعية الأماكن اللي كنا نعشقها. يعني أنا ما دائما ما أحن إلى منتدى المسرح اللي هو بداياتي، يعني أنا مثلت به 7 دورات. منتدى المسرح عندما أدخل في كنفة القديم أبكي، يعني تأخذني الغصة وأتذكر أصدقائي الراحلين مثل الفنان جعفر موسى وياوس فائق وإياد حامد والكثير من اللي رحلوا يعني بعد الاحتلال. إضافة أحن إلى الكنف فرقة المسرح التجريبي في كركوك، الإعلام الداخلي يعني هو اللي تشكل بها وعي المسرحي، فرقتنا العريقة اللي تقع في قلب مدينة كركوك، أمر من عدها الآن تحول إلى معرض للأثاث مع الأسف. يعني هذا المكان جدا ما ودائما من أحاول أنه تنتابني حالة من الحنين والوجع على العراق بالسويد، أذهب لأي مسرح وأبكي يعني مثل أي طفل. يعني أبكي على ذكريات هذا الوطن وعلى ما حل بالعراق من الدمار اللي مر على العراق ما مر على أي دولة أخرى. لكن هذا الوطن راح ينهض بوجع الأمهات، لأن عمر الدم ما يصير مي، بوجع الثكالة، بوجع أخواتنا وأمهاتنا النازحات الآن والنازحين، الأطفال المحرومين من البسمة بانتصار العراق. هذا العراق على مر التاريخ مر بمراحل يعني من الانتكاسات، ولكن ينهض. يعني العراق فرس أصيل، والفرس الأصيل يكبو ولكن يعدو. فأنا حقيقة يعني بالنسبة لي العراق يمثل لي وجع ويمثل لي استمرار على نتاجي. يعني أنا يعني كل مسرحياتي هي تتناول العراق. العراق فرس أصيل، والفرس الأصيل يكبو ولكن يعدو. مشهدي أن الحقيقة ما يفرق أني يعني مشهد أنه ودعت والدي ربي يرحمه رحمة الواسعة، فلأول مرة أشوف والدي يبكي. يعني حتى من وفاة جدي خلف الله يرحمه يعني لاحظت دموعه، بس من ودعته قبلت يديه ونزلت على أقدامه حضني وبكيت. قال لي يعني ما معناه أنه دير بالك على روحك. يعني هو يعرفني أنا جدا سخي بالمحبة للأصدقاء. والمشهد الثاني من غادرت بغداد باتجاه عمان بالطريق البري، أرض العراق أرض خصبة، من تصل إلى حدود الأردن الأرض تتحول إلى حصى. هذا المشهد أخذني في بكاء عميق، يعني ظليت في الحافلة أبكي وما
بكى معايا كثير من العراقيين، لأنه أنت كأنه تنشلع من جذورك، يعني أنت مجبر أخاك لا بطل. يعني طلعت مثل الكثيرين بحثا عن حرية، ولكن يعني ما غادرني العراق. العراق يعيش معايا لحظة في لحظة. العراق يعيش معايا لحظة في لحظة. يعيش معايا لحظة في لحظة. يعني عملي الأخير أطفال الحرب اللي يتناول كل أوجاع العراق، الحدث اللحظة اللي نتحدث بها الآن. أنا أشتغل أيضا عن النصوص والقصائد، فيصير تفريغي لهذا الهم والوجع العراقي من خلال أعمالي المسرحية. يعني آخر عمل هو أطفال الحرب، أقول فيه مستهلة: ها أنا ذا أطل عليكم بقامة باسقة بالشوك والخراب، جربوا اعتناقها ولن تندم، إنها بضاعة غالية لمن يشتري، ألا يريد أحدكم أن يشتري آخر اليعاسيب ويقتل وحشته؟ أيها البعيدون، ناجي العراق، لقد نامت جميع وما زلت أتقلب في هذا السكون المروى، أقلب مآل مصيري، أفتش عن ذكريات مسخوها مثلما مسخوا الخطى والطريق. أنا أول الحكايا وآخر القصائد. أنا من أوروك، جئتكم من بلاد تأكل أبناءها وتذرهم في أتون البيانات، توجعني البيانات المنطوقة بلكنة داكنة مثل علق ينهش بلاغة الملاحم ويزدري نصوص الحكم. أقتفي روحي ولا أراه، قالوا أبحث عن العراق الضايع الآن، قالوا أما سمعته يتعالى في مقام الصبا في مقام الحجاز. بحثت وبحثت فتعثرت بالأشلاء والتوابيت والرايات المدمات، رأيتهم وقد سمروه على راية أور، كانت أسنانهم تقطر السم الزعاف وهم يحتفلون بتقسيم أفلاكه الدامية. حينها عدوت كلها، وقفت على جسر الشهداء. هذا مشهد من عمل مسرحي. فأني كل الدالات اللي أشتغلها هو على وجه العراق، لأن أنا أدواتي، أنا ما عندي كاتم ولا ميليشيات ولا شيء. أنا عندي الدالة المعرفية هي الموقف والانتماء والفريمة السينمائية والمشهد المسرحي، من خلالها عبر رسائل الانتماء للعراق. حقيقة أنا موزع بين الكتابة وتسجيل المدونات الآن، يعني إضافة لتخصصي. أنا ممثل بالأساس، ممثل اتجهت للسينما. عندي 4 أفلام، آخر فيلم هو مرثية بزيبز اللي نزلت مع النازحين، واشتغلت على وجع النازحين اللي هو أبناء وطني اللي من المحافظات الغربية، الأنبار وتكريت و والموصل ويعني أجزاء من ديالة. بقيت مع النازحين ما يقارب 1.5 شهر،
مع كاست رائع من مدينة الشطرة أصدقائي يعني سينمائيين، وخرجت الفيلم. إضافة عندي مسرحية الآن من إعداد الكاتب عبد الخالق كريم أعد لها يعني، وعندي مشروع إلى فيلمين مؤجلين يعني أنتظر دعمهم. كل أعمالي الحقيقة هي مثل ما قلت تنتمي لل يعني للوجع العراقي، للمواطنة العراقية، لأنه أنا مؤمن أنه الفنان حتى لو كان منجز ثر وغني ويشتغل باحترافية وأكاديمية لازم يكون عنده موقف في اتجاه الوطن، لأن أنا مؤمن أيضا وبإصرار أنه لا منجز دون موقف انتماء حقيقي للوطن. أنا أعتقد أنه إضافة إلى واجبه الإنساني من خلال تخصصه أنه لازم يكون عنده واجب آخر، يعني لا ضير أنه يكون الفنان. كثير من مثقفي العالم الثوريين كانوا أيضا شعراء وكتاب، والتاريخ يحفل بالكثير يعني على مستوى رامبو الشاعر، وعلى مستوى تشيني جيفارا اللي هو كان دكتور من أجل نصرة الإنسان والإنسانية حمل السلاح. أنا واحد من الأشخاص مؤمن جدا إذا اقتضى العراق أن أحمل السلاح مرة أخرى أحمله، لأنه العراق يستحق. أنه أنت في بعض الأحيان تحتاج أنه تتحول إلى إنسان ثوري وتقاتل من أجل بقاء وطنك. أي مشهد يمر من خلال أشاهد مثلا صورة أطفال متسولين بالشارع، أو أرى أم تنتخي من جوع في أغنى بلد بالعالم، يعني أرى عوز فنان مثلا رائد مسرحي مريض مسجى في متروك وهو اللي درس. أنا مشهدين الحقيقة كلش ألمني، شفت بيه ان عازف الرباب والرائع الراحل توفى جبار عقار وهو متحول الى اشبه بالهيكل العظمي، وانتخب العتابه بيت ما يحضرني فانتابتني حاله من البكاء. انا اعتقد انه هو البكاء عمليه تطهير للروح، ومرات ممكن انه أكون يصير بكاء داخلي. أنا هواي عانيت بأعمالي المسرحية خاصة المونودراما من أنه أسيطر أثناء العروض المسرحية على بكائي، لأنه أنت مرات تستجي البكاء حتى توصل أنه أنت مجسد الشخصية في الأعمال المسرحية. أنا بكل أعمالي بالغربة كنت أسوي كنترول على دموعي، وأنت لاحظت من ألقيت القصيدة انتابتني غصة. أنا عندي مشاهد أبكي بها على المسرح، أبكي في إسبانيا يا صديقي اللي هم ما يعرفون اللغة العربية، الجمهور معظمه بكى لأنني وصلت وجع العراق من خلال دالة الضوء المؤثر الصوتي وإحساسي يعني كبودي تكنيك وكروح. أنا بالنسبة لأمي يعني أم عظيمة مثل كل الأمهات، أه
أنا دائما تمر بي حالات من الشجن والحنين أختنق، فأتصل بيها تقول لي يما حلمت بيك. أنت تعرف أكو مجلسات الله سبحانه وتعالى واهبها للأم، بحيث أنه إذا مريت بحالة كدر أو حزن تحس بيك، فمن أتصل بيها تقول لي يما أنا شفتك اليوم أنا أشتاق جدا، يعني مثل أي غريب لحضن والدته. وأجمل شيء اللي ما يعادل كل كنوز الدنيا، من الصبح تقول لك صباح الخير يا يما، أو من جيب لك صينية الفطور وبيها الشاي والهذا الأم هي الوطن. أنا عندي صورة كاتبها عن الأم ومجسدها بعمل مسرحي، وهو أنا هذا أهدي لكل الأمهات الوجع في كل بقاع العالم، للأم السورية والفلسطينية والعراقية، الأم الموجوعة. الليل كائن يشبه عباءة أمي، الليل كائن يشبه عباءة أمي المثقبة بنجوم العوز، لترانيمها يوقف حتى الله الصمت، والملائكة تأخذ درسا في الحزن. كفها رغم يباس العمر أعذب من قبلة مبتدئ في العشق. الأم أم حبيبة وعظيمة، وأنا أسلم على كل أمهاتنا بالعراق وكل الوطن العربي. هذا الوطن موجوع، أنا عندي وطن، أنا عندي وطن، ولكن الوطن الآن مكبل بالكثير من الغيبيات والخرافات والجهلة والخونة. عمر العراق هذا العظيم من أول نبتة، من رحلة قلقامش وأنكيدو لحد هذه اللحظة ما مروا به هيج خونة. العراق موجوع، أنا عندي وطن، بس وطن يحتاج إلى وقفة رجال ووقفة أحرار ووقفة إنسانيين. العراق يستحق. العراق هو روح وقلب الدنيا. العراق هو الأم والأب والحبيبة والصديق. العراق العراق العراق, العراق.